بنحط اللوسيون على شعرنا؟ لا، بنحطه على فروة راسنا. ازاي؟ خليني افكركم ازاي بنحط اللوسيون على فروة الراس. تمام؟ طبعا انا هعمل ايه؟ احنا عايزين نضرب عصفورين بحجر، يعني اكون بحط اللوسيون وفي نفس الوقت بعمل مساج لفروة الراس علشان ازود الدم اللي رايح لفروة الراس. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا قلنا كأني لابسة سورتات، يعني هبتدي سورتات يعني طوق، هبتدي ارش بخة هنا واحد، بخة تانية هنا اتنين، بخة تالتة هنا تلاتة، بخة رابعة هنا، يبقى كده انا رشيت كام بخة؟ اربع بخات في المنطقة الامامية. هاجي على النقطتين العاليين دول هاخد بخة هنا وهنا بخة هنا، وفي الاخر خالص فروة راسي من ورا. وابتدي كل منطقة رشيت فيها السبراي ده بحركات دائرية بالشكل ده، هبتدي لمدة دقيقة أو دقيقتين في اتجاه عقارب الساعة، وهنا وفي نفس والأماكن اللي أنا حطيت فيها اللوسيون هبتدي أدلك فروة راسي. أنا بستعمله مرة في اليوم، لو في تساقط جامد هيبقى مرتين في اليوم، من 6 لـ 8 بخات على حسب برضو درجة التساقط. وعايزة أقول لكم نقطة مهمة قوي، إن أنا لو وقفت اللوسيون ده شعري مش هيقع. في مادة تانية اسمها مينوكسيديل، دي لازم تكون تحت إشراف طبي، لأن لو وقفتها مرة واحدة هيبتدي شعري هيقع. وفي نفس الوقت وانا بحطها اخد بالي من فروة راسي هنا ما يجيش على القورة، علشان هيعمل لي شعر في قرطي.